انا ممكن اغير، لكن ممكن لما اغير تتفكك المنظمه بسبب اختلاف الناس. هنا التكلفه ما تسوى. صحيح انا ممكن اتغير ويبقى معي النص، بس انا راح اخسر النص الثاني من ربعي. فهنا التغيير يكون سيء، لان الخساره تكون اكبر من الربح. صح في تغيير وتغيير كبير، لكن في خساره، في كوست. فهذه هي المعادله الرئيسيه للتغيير. هذه المعادله هي الخلاصه، هي الزبده، وكل حديثنا يجب ان تربطوه دوما بهذه المعادله. ودعونا نفصل اكثر. اذن النصيحه الاولى جعل المؤسسه تعي الحاجه الى التغيير. ايه مدى الحاجه للتغيير؟ اهم عنصر في المعادله كلها هو ايه. اذا ما في قناعه قويه وشعور قوي بالحاجه للتغيير، المعادله تفشل، لان الوزن الاكبر هو للايه، للحاجه للتغيير. طيب اذا كنت تريد من الناس ان يتغيروا فلا تعطيهم فرصه، عليك ان تشعل الامور. هكذا يقول علماء الاداره الان، اذا اردت من الناس ان يقفزوا الى بحر التغيير المظلم المشتعل او البارد، برد شديد المخيف، لا تعطيهم فرصه، وانما حركهم بمشاعر غير عادية، بل افعل بعض الإجراءات الجريئة التي تجبر الناس على التغيير وتجعل شعورهم بضرورة التغيير كبيرة جدا. مجموعة الطرق كيف أشعل التغيير؟ تعطيهم انذار أن إذا ما كنت خلال سنتين الأوائل في السوق نقطع الرواتب للنص. تأخذ أهم 10 مدراء كبار عندك وتقول من الآن وصاعد رواتبكم مقطوعة للنص، والنص الثاني نربطه بالأرباح. أنت قاعد تجبرهم إجبار على التغيير. وفي اقتراحات أكثر جرأة من هذا، لكن إذن أنت بالإضافة للاقتناع الفكري لابد أن تجبر الناس على تغيير جذري، وكلهم يجمعون على أن هذا هو العنصر الأهم والأكبر في قضية التغيير. هذه هي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية أن نتعامل مع بي الآن، وهو إيجاد رؤية واضحة تبين للناس كيف ستتحول حياتهم إلى الأحسن. دعونا نفصل فيه أكثر. جميع المنظرين يشددون على أهمية وجود الرؤية الملزمة الواضحة القابلة للقياس. كلهم يرون أن هي التي تلهم الأفراد. طبعا قضية الرؤية أنا فصلتها أكثر في دورة القيادة، وما هي عناصر الرؤية الجيدة، وما هي معاييرها، وكيف نشكلها. ممكن ترجعوا لها هناك إذا أحببتم، أو ترجعون لكتابي في قضية خلاصة الفكر الغربي في القيادة. جزء منه يتكلم عن الرؤية، بل أكثر من هذا يتكلم عن كيف توضع الرؤية، وأعطيك عدة طرق مقترحة لوضع الرؤية والخطوات التي تمشي عليها. فتفصيل كل هذا موجود هناك، لكن في إجماع على ضرورة وجود رؤية واضحة جدا. النصيحة الثالثة، حاول إظهار نتائج ملموسة مبكرا. يعني أنت توعد الناس أن التغيير راح يحسن أوضاعهم، تمام؟ هذا التغيير لازم تظهر لآثار بسرعة، وإلا الناس راح تفقد الأمل وراح تفقد الارتباط. أكبر المشاكل المتعلقة ببرامج التغيير أن الأهداف غير واضحة، والأرقام التي تعطى لنتائج التغيير أرقام غير مهمة. كم عدد الفرق التي حركناها؟ كم اجتماع اجتمعنا؟ طيب كم عدد الأفكار التي جمعناها؟ كم عدد الأشخاص الذين سألناهم؟ طيب ما الفائدة من هذا كله؟ هذا كل أرقام ليس لها قيمة، هذه ليست نتائج، هذه طرقك الآن للوصول للنتيجة. عطني نتائج. معظم الناس لا يصبرون على العمل الطويل الشاق. الناس ما تصبر إلا إذا شافت نتائج. أنت لما تسافر في سفر
وتشوف باقي 1000 كيلو قوي، بعدين لما اشوف باقي 600 والله ما شاء الله مشينا. لكن مره انا كنت مسافر في بلد عربي متخلف بالبر، فما احنا ماشيين بالطريق باقي اظن 1250 كيلو علامه تمام، بعد شوي مشينا باقي 1260 كيلو. شلون في شيء غلط؟ طيب مو راجعين لورا بس العلامه غلط، شعورنا ايوه الصح وين مشينا ما مشينا يا جماعه خايفين غلط، حتى دع احنا متاكدين ماشيين صح وبدينا نشكك. الناس تحتاج نتائج، تحتاج تشوف نتائج، والا راح يتخلون عن الفكره. وخلينا نعطيكم قاعده في هذه النتائج. اذا كانت منظمتك متوسطه الحجم او ادارتك متوسطة الحجم، لازم النتائج تبين خلال 6 أشهر. لازم تشوف الناس نتائج ملموسة خلال 6 شهور. إذا كانت منظمة كبيرة عملاقة فممكن نصبر على النتائج إلى حد أقصى 18 شهر. الآن معادلات يعطونا إياها. إذا ما طلعت نتائج، معظمنا منظماتنا حجمها صغير محدود أو متوسط، إذا ما بينت نتائج للتغيير خلال 6 أشهر الناس ستبدأ تفقد الثقة وتفقد الارتباط مع عملية التغيير. فإذا لا يكفي أن يكون عندك حماس للتغيير وتشجيع للناس وإجراءات للتغيير، لازم نعطي الجزء الثالث من المعادلة. الـ A مدى الشعور بالتغيير، الـ B مدى وضوح الرؤية، والـ D مدى إظهارك لنتائج مبكرة. لا تخلي الناس تنطر تقول أنا أشتغل الآن بس بعد 4 سنين حاسبوني. ما في شيء اسمه 4 سنين، الناس ما تصبر، الناس تبطل، القيادات تبطل تقتنع والقواعد اللي عندك تبطل تقتنع. لازم تشوف نتائج خلال فترة معقولة وإلا الناس ستفقدها. طيب هذه هي النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة الاتصال، الاتصال، الاتصال وكذلك الاتصال. هذه هي النصيحة الرابعة. في الجدول رقم 3 عندكم في منهجية التغيير للمنظمات في مبادئ من جون كارتر، 7 مبادئ متعلقة بالاتصال الناجح الفعال. خلوني استعرضها بسرعة. المبدأ الأول البساطة باختصار، أعطيكم مثل بسيط عليها. أذكر كنت في الحج والشباب اللي في الاستقبال في العمارة حاطين إعلانات، إعلانات كثيرة، فمسكتهم قلت يا جماعة بسطوا إعلاناتكم، بسطوها. شلون بسطها دكتور؟ تعال خلنا ناخذ الإعلان الأول. على الإخوة الحجاج والمعتمرين الراغبين في الذهاب إلى الحرم التوجه للباصات الساعة 9 مساء. هذا الإعلان بسيط طويل، خلنا نحاول نبسطه. قعدنا نبسط فيه نبسط فيه نبسط فيه. المهم الخلاصة صار الإعلان كالتالي: باص الحرم 9 مساء. صح؟ على الأخوة الحجاج والمعتبرين. أيش أكو غيرهم؟ كلهم حجاج ومعتبرين. فكل ما كان المغير لغته مفهومة بسيطة، هذه النظريات ممكن تعطى بطريقة معقدة وأسلوب معقد، ممكن تعطى بأسلوب مبسط. ليش الناس ما تتعلم العلم الحديث؟ خاصة للأسف عندنا في العالم العربي تفنن في تعقيد هذه العلوم. دورنا إذا نريد أن نغير الناس نخاطب الناس بلغة يفهمونها، لغة بسيطة، ونحاول أن تكون لغة مختصرة ما فيها كلام كثير ما فيها حشو كثير. دورك أن تبسط هذا الأمر. المبدأ الثاني في الاتصال الفعال استخدام الأمثال، استخدام الأمثال. فبدل ما تقول نحن إجراءاتنا معقدة وتعيق عملنا وتؤخرنا، قل يا جماعة إحنا منظمة كبيرة، نريد أن نكون منظمة كبيرة، لكن بدل ما نكون مثل السلحفاة الضخمة نريد أن نكون مثل الديناصور الطائر. هذا كبير وهذا كبير، لكن هذه بطيئة وهذا حركته سريعة. إذن أنت قاعد تضرب لهم مثل، ما نكون صغار، ليس الهدف من السرعة أن نصير صغار، لكن نريد أن نتحرك بحركة الشخص السريع، فتعطيهم أمثال. طبعا هذا الكلام اللي قاعد أعطيكم إياه هو أسس في الاتصال. عشان تغير لازم تتصل بالناس وتقنعهم بهذا. كيف تقنعهم؟ تستعمل 7 وسائل. المبدأ الثالث كن أنت القدوة. ما ستدعوهم إلى شيء وأنت لا تطبقه، ما ستدعوهم إلى دراسة النظريات العلمية الحديثة وأنت لا تدرسها، ما ستدعوهم إلى
تخصيص 5 ساعات للدعوة مثلا أسبوعيا وأنت لا تفعل ذلك. ما يصير تدعوهم إلى أن يلتزمون بمواعيد الحضور للدوام وأنت تجي متأخر، ما يصير. فالقدوة أثرها في الاتصال أضعاف الكلام. وقال الأقدمون: فعل رجل في 1000 رجل خير من كلام 1000 رجل في رجل. فعل إنسان واحد يؤثر على 1000 خير من كلام 1000 واحد لتأثيره على شخص واحد. فالقدوة والفعل. المبدأ الآخر هو التكرار. بعض الناس عمل رؤية واضحة طرحها خلاص، لا، في كل اجتماع تطرحها، كل اجتماع تأخذ الدقيقة تذكر رؤيتنا يا جماعة كذا، وإذا صار النقاش يا جماعة طيب خلنا نربط هذا بالرؤية، دائما تذكر بالقضايا الرئيسية، القضايا الهامة، لأن الناس سبحان الله عندها استعداد للغفلة، عندها استعداد للنسيان، فالتكرار يعين الناس على تثبيت الفكرة. المبدأ الذي بعد هذا هو نوع الوسائل. لا تستعمل فقط أسلوب المحاضرة أو الاجتماع أو المذكرة، استعمل أساليب كثيرة. أثبتت الدراسات أن الذي يحاول أن يوصل أفكاره من خلال أسلوب واحد تأثر فيها محدود. كل ما استعملت وسائل متعددة كل ما ثبتت الفكرة، خاصة في المنظمات الكبيرة لما القيادة العليا توصل فكرة ودون نشرة، ما تكفي نشرة، ودي نشرة وتسوي اجتماع وتسوي لقاء، ترسل إيميل وتسوي في شريط فيديو وتسوي حفلة تكلم فيها على الموضوع، ممكن تسوي تمثيلية عن القضية. كل ما زادت وسائل الاتصال وتنوعت كل ما ثبت الفكر أكثر. المبدأ الآخر من مبادئ الاتصال: وضح الاستثناءات إذا احتجت إليها. وضح الاستثناءات، يعني مثلا نقول يا جماعة لازم نخفض الإنفاق، وبعد شوي تقوم تشتري سيارة مرسيدس حق المدير، ما هي راكبة. طيب افرض انها ضرورية وفعلا محتاجينها، اذا ضرورية محتاجينها وضح ليش. شوف المكاتبهم فخمة جدا، ليش ما تبيعونها؟ خلي يبدون الان، احنا عندنا يقول خلي يبدون بالكبار، ودائما الناس تقول هذا، وضح ليش ما نقدر نبدا بهؤلاء اذا كنت مضطر لذلك، ولا الاصل انك تكون انت القدوة. ومبدأ بعد هذا ان اصغي للاخرين واجعلهم يصغون لك، وهذا المبدأ الأخير من مبادئ الاتصال. اصغي للآخرين، اسمع. الاتصال الفعال تو واي، ما هو ون واي، مو أني فقط أسمعهم ما أريد. القائد الفعال الذي يريد أن يحدث تغييرات غير عادية هو القائد الذي يسمع للناس ويفهم الناس قبل أن يحاول أن يفهمهم ما يريدون.